الإنسان السليم في العقل والصحة والبدن. نحن هنا اليوم من أجل حدث كبير واكتشاف علمي عظيم يسمي تعظيم وتحسين جودة الحياة بعد أن أصبح التلوث الصناعي والزراعي ملحقا بظلاله على عالمنا المعاصر. السيدات والسادة الحضور الكريم وركبات أنوزين وتلتل وأسفل هم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والتكنولوجيا الإنسانية، وهي مركبات من مواد طبيعية 100% تساهم في تخفيف التربة والهواء والماء والمحاصيل الزراعية وما زالت سمكية.